أبدأ معك ولاء الحديث عن الضفة وإعادة الإحكام عليها وإخراج بعض التصريحات التي تشير بأن إسرائيل تسعى إلى إحكام السيطرة بغض النظر عن إلحاق ما أطلقت عليه إسرائيل الأضرار القانونية المترتبة لعملية الاستيطان التي تسعى إليها إسرائيل منذ زمن بعيد. ماذا يدور في هذه الحكاية؟ نعم، أهلا بك تامر وبكافة السادة المشاهدين، ولكن دعني أتحدث عما يجري الآن في الضفة الغربية بالتحديد في مدينة نابلس. في هذا الخبر العاجل، قوات الاحتلال تنتشر في محيط منطقة ما تسمى برأس العين في مدينة نابلس، والآن سرايا القدس تبنت بأنها تخوض اشتباكات ضارية مع القوات المنتشرة في تلك المنطقة. إذن قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس بالتحديد رأس العين، وسرايا القدس ترد على هذا الاقتحام بشبكات مسلحة ما بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. الإجابة عن حديث ما تحدث عنه بالاستيطان في الضفة الغربية بتحديد، كان هناك تصريحات كبيرة جدا لكافة المتطرفين وخاصة سموتريش الذي يتحدث دائما عن الاستيطان وتوسعة الاستيطان. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالأمس قد تحدثت أن دولة الاحتلال ماضية قدما بما يسمى بتوسعة المستوطنات، كانت تتخذ هذه الخطوات من 4 خطوات لتوسع المستوطنات في الضفة الغربية. الآن بدأت بالتوسيع، يعني نتحدث تقليص ال4 خطوات إلى خطوتين كبيرتين جدا. نتحدث هناك عن أكثر من 70 بؤرة استيطانية في شمال الضفة الغربية سيعاد إليها المستوطنين، وأيضا ستعيد دولة الاحتلال الفروض اللوجستية، وأيضا نتحدث عن الأمنية والتوابع الأساسية والخدمات الأساسية في هذه المستوطنات لكي يسمح الاحتلال بإعادة هؤلاء المستوطنين، وستكون هي بؤر شرعية بالنسبة لهم. بقانون الدولي هو الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية هو غير شرعي، ولكن قوات الاحتلال بعد 7 أكتوبر زادت من توسعة الاستيطان، زادت من توغلها في الأراضي الفلسطينية. الآن نتحدث عن الاستيطان إما بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، شق طرق استيطانية، وضع اليد على الأراضي الفلسطينية لأوامر عسكرية، أيضا مزيدا من الهدم في المناطق المسمى جي. كل هذه المناطق هي معرضة للاستيطان وتوغلات الاستيطان في الضفة الغربية، وهذا ما تحدث عنه سموتريش والذي يتحدث عنه كل هذه الأمور تتخذ الضفة الغربية للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية، تمزيق الأوساط الفلسطينية من الشمال وحتى الجنوب في الضفة الغربية، ناهيك عن ما يحدث في قطاع غزة، وأيضا عدم قيام دولة فلسطينية. بطبيعة الحال تحدث سموتريش لوسائل الإعلام ونتنياهو أنه لن تكون هناك قيام دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران عام 67، وأن كل ما يتحدث عنه دول العالم بأنه مع هذا القرار هو خاطئ جدا، لأن كل ما يتحدث عنه الاحتلال عدم وجود دولة فلسطينية، هي ممزقة الأطراف، هي مترامية الأطراف، ولا يوجد أي ترابط. نعم تامر، لا يوجد أي ترابط لهذه المدن في الضفة الغربية. نعم، شكرا لك ولاء على ما قدمت.